واخد عقلك. يبقى هنيالك يا توحيده. والنبي ايه؟ ما كانش يا اخويا ده بقى حال. عندك حق. ما هم قالوا خدوهم بالصوت لا يغلبوك. ليه يا ساحر؟ هو انا ظلمك ومش حاسه؟ يا ريت ظلماني. ده انت مسلسلاني. مأيداني من جوه ومن بره. مش قادر ابعد عنك. لا يمين ولا شمال. اخصى عليك يا حسين. قد كده مليان مني. انا مليان من عيشتي كلها. كل حاجة هنا بتخنقني وتكتم على نفسي. ولو فكرت اهج واسيب البلد ابقى قليل القصر جاحد اناني. انت غلطان يا حسين. طبعا غلطان. انما ابويا اللي خلفني واشتراني مش غلطان. والست امي اللي مستفقراني ونازلة داوية على وداني مش غلطانة. وانت انت كمان زيهم. عشان عارفة اني بحبك ربطاني جنبك. حرام عليكم. خفوا عني شوية. اعتقوني. ده انا دم ولحم. حاضر هنعتقك يا حسين. توحيدة انا مش قصدي اجرحك. توحيدة توحيدة تعالي هنا. اسمعي الكلام وتعالي هنا. انا ما اتهديتش كده. تروحي مني فين يعني؟ مالكش دعوة يا حسين. اوعي. حرمت يا بيه. وتوبت إلى الله. وتوبت إلى الله. واللي يقوله حسين ما ينزلش الأرض. واللي يقوله حسين ما ينزلش الأرض. وإن ربنا فوق وهو تحت. وإن ربنا فوق وهو تحت. وإن مهما يحصل ملناش غير بعض. مهما يحصل ملناش غير بعض. مهما يحصل ملناش غير بعض. ربنا يوفاني واسافر بره والف العالم واحقق املي. مرحب يا سعيد. اهلا يا ست عزيزه. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ الله يحفظك. انا هتعبك واطلب منك معروف صغير. احنا ملناش في البلد غيرك. ما تقولش كده يا سعيد بيه. ده انت الخير والبركه. عيش سن. نعم. بيني وبينك الظاهر رمرم شويه. السكر زاد عليا. الف سلامه ليك. ممكن تعملي لي شويه على قدي؟ ده انا وكل البلد كلتها منه علشان خاطر عيونك. تعيش يا ام توحيده. امال هي فين؟ بتوزع في العطارين وزمانها جاي. اول ما توصل اكون جهزت لك طلبك وهبعته معاه. هتلاقيني عند المعلم خميس بشرب شيشة. الكازينو ده هو اللي عملني وهو اللي عاملك وكلام تاني ما عنديش. لكن انا بقى عندي كلام تاني. سمعته قبل كده وما عجبنيش. يابا فهمني. تقدر تقول لي انا مستقبلي ايه؟ مستقبلك زي ابوك. اللي ورثته قبلك هتورثه بعدي. واليافطه اللي علقناها دي بطفح الكوته مش هتيجي انت على اخر الزمن تنزلها بتخاريفك. دي مش تخاريف يابا. ده مستقبلي. مستقبلك على الارض مش في البحر. موجه توديك وموجه تجيبك. طب سيبني اجرب. انا عارف كويس انا اقدر اعمل ايه. انا اعرف اكتر منك. واما رجلك تعذب البحر ما ترجعش كده. خش شوف شغلك. انا تعبان ومش عايز اغلط في الحساب ولا فيك. حسين. اهلا يا سعيد. حسين تعالى. الواد ده دايما مفور دمي. ما هو ده سن الفوران يا خميس يا اخويا. ما كنا قدو ما كناش بنعمل كده ليه؟ احنا خلاص راحت علينا بقى. فشر. احنا كل ما بنكبر كل ما بنعتى ونحلو زي الخمرة اللي في البراميل. ده كلام بنعزي بيه روحنا. لا يا شيخ. طبعا الظاهر كده يا سعيد اخويا. وضب لي شيشة يا مصطفى.
تعرف امبارح حصل ايه؟ ايه؟ اربعت 500 فرنساوي وعينك ما تشوف الا النور. ايه؟ بقيت اتطوح زي الفرخه الدايه. انت مش معايا على الخط ولا ايه؟ انا الخط بتاعي عطلان. انت اللي الكابل اللي في نافوخك ما بيجمعش كويس. ايه؟ نقطني بسكاتك كده؟ طيب يلا بينا على بار جورج نفرقع 2 رغاوي. يعني ما لقيتش غير البار اللي قدام فرن ام توحيده؟ انت يا جدع انت معقد ليه وهتعقدني معاك؟ انت اجرم امها ما بتشوفني بركبها 100 عفريت. هي حره في عفريتها واحنا كمان حرين. هي لا عندك حاجه؟ لا انا اللي ليا حاجه عندها. تبصي على ايه؟ لا ما مفيش. ده مالك ارتبكت كده ليه؟ لا ابدا. 20 38 25. 25 عفريت لما يركبوه نينا. ايه قلبك عليه قوي؟ انا مش فاهمه بس هو عمل لك ايه عشان تدعي عليه؟ عملوا اسود من يوم ما شفته يا نينا. لا احنا لينا دعوه بيه ولا هو له دعوه بينا. مش مريحك وبسلامته عمال يلف حواليك علشان تدفعي له ثمن الهباب اللي قاعد يشربه ده؟ حسين انا بدفع له حاجه؟ لا اسم الله. اظن بيدفعهم 10% اللي بيديهم لابوه. طب قفلي بقى على الموضوع عشان الحق سايب ايه. اسمعي ما تطلبيش فلوس من سعيد بيه. حاضر. حتى زداكي هو تعززي. حاضر. فهمان. حاضر يا نينا. يلا ما تتاخرش يا واد. حاضر يا معلم. يا اخي العب يا نهار مهبب. المعلمه جايه علينا هتعمل ايه؟ انت مالك مرعوش كده؟ انا ماليش دعوه بيك اسلك انت. انت مش ناوي تعال ولا ايه يا واد؟ انا عمري ما كنت مجنون وانت عارفه كده كويس. هو في عقل يعصبت على امها؟ ما هو اسمحي لي كمان يا ست عزيزه، مفيش ام بقى تقف في سكه بنتها. لا انا عارفه سكتها كويس و100 مره قلت لك ان انا هضرب مصلحتها. وانت لو قلبك عليها تعقلها مش تميل بختها. انا ده لو نفسها في لبن العصفور هنحت الصخره اجيبه لها. لما تجيبه تبقى حمقتك لها معنى، انما دلوقتي تبعد عن طريقها يا حسين يا ابن خميس. وان كنت فاكر بقى اني ما وراهاش رجاله فامها راجل. انا بهديك للسكه اللي هتنجيك. وحط عقلك في راسك توتو مش هتكون لك ابدا. فاهم؟ ما تديني ودانك شويه يا حاج. ايه بس يا شلبي؟ زي النهارده زربه هتعدي على اسكندريه. مين زوربه دي؟ المركب اليوناني اللي بيشتغل عليها الواد ياني. ياني استفرو اللي كان ابوه فاتح بقاله في المنشيه. اسم الله عليك لما البيره تشعشع في نافوخك وتجيبك على الخط. وده هيقدر يعمل لنا ايه؟ تخون والبسطرمه والانشوجه اللي كنا بنجرها منه علاوله. مش كفايه يا شلبي؟ ما احنا هنشوفوه برضه. ايه يعني هنعمل له ايه؟ هيغدينا واحنا هنعشوه. يا سيدي وهو كله بحسابه. ياني ده واد جدع واحنا هنكون اجدع من اللي خلفوه. قلت ايه؟ ما تصبر عليا يا شلبي، الحكايه اصلها مش قفش. مش ده الحل اللي بندور عليه من زمان؟ قربنا منه هنرخرخ. لا انا ما رخرختش ولا حاجه بس ايه؟ مش هين عليك توتو؟ سرحانه فيها يا زغلوله؟ في الدنيا سعيد بيه. انت فين والسرحان فين؟ يعني احنا هنفضل صغيرين على طول؟ من صغري كنت عقلك كبير اجدع من الرجال عقلها طائق. ما تكبرش الحكايه يا خميس، انت اصلك بتتلكك لحسين. ما عندك توته هنا من يوم المرحوم ابوها ما مات وهي محضنه على امها، لا فكرت في نفسها ولا سابتها. ايوه يا عم خميس بس برضو في فرق من البيت والواد ولا ايه سعيد بيه؟ ما انا لسه بقول له ما توقفش في طريق الواد، خليه ياخد حظه. اهي توته اهي، لا لها في الطور ولا في الطحين، انا راضي بحكمها. انا متاكد هتقول يسافر. لا
ينصر دينك يا شيخ. لا يعني انا قصدي ما يصحش يسيب ابوه يسافر. ازازة عزوزة كمان يا هلا. لا معلش يا عم خميس لحسن سايبه الفرن لوحدي عن اذنكم. خد يا تود. في يا سعيد بيه؟ فلوس العيش. في بيتها. الله. سلام عليكم. خدي بس. وصلت وصلت. بنت تساوي تقول لها ذهب. ربنا يحرسها لامها. على فين استعانة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يكفيك وشر النايمين. انت خارجة؟ لا ده انا كنت رايحة الحمام. وهو الحمام بيلبسوله ولا بيقلعوله؟ انت اللي صحاه. الحب. ليه يا شيخة؟ انت لا بتحبي ولا تعرفي الحب عمرك. كفاية عليا، ربنا رزقني ببنت خالة عقلها عصافيري. معلش بس قلبها مش مقفول زيك. انت فاكرة ان في رجالة بتحب بصحيح؟ حسين بيموت فيا. اصحي يا توتو، انت ماشيه في سكه مسدوده وبرضه مصممه تمشي فيها. انا ما اقدرش استغنى عن حسين. طب اتلمي يا بنت الناس، لا تقع في شر اعمالك. النهارده عيد ميلاده ولازم احتفل بيه. كل سنه وهو طيب. طيب سلام. تبقي فاكره يوم ميلادي وانا نسيه. انت بتنسى حاجات كتير. واللي بينسى تحبيه؟ اسمتي قال ايه اللي رماك على المر؟ قصدك اللي رماك على الفقر. يا واد انا الفلوس ما تهمنيش، بس من غيرها ما تسيبنيش. انا يا سحس، مش ده اللي محجر قلب امك عليا وفاكراني طمعان فيكي؟ طب وانت يهمك ايه رايي ولا رايها هي؟ عهد مين ده؟ عهد الله. البيت سعديه اللي ساكنه في كرموز بتحتكم على 3 ار ومجرس وراكبه خنزيره اخر موديل. لا وانت مالك بيها؟ ليلاتي ترابيزتها عندي في الكازينو ما تقفلش اقل من 8 ورقات، وبقيت العشرة بقشيش. قادره وبيستغل العنين. مستنيه اشاره مني اركب الخنزيره والم غله الباقيين. وايه اللي حايشك؟ ما انت قلتيها، اللي رماني على المر. يا حبيب قلبي يا ساحس. حسين. توحيدة. توحيدة. ما تخافيش توحيدة، أنا جنبك أهو. تعالي امسكي في المركب. تعالي سيبتي ركبي يا توحيدة. اصلي ما بعرفش اعوم يا حسين. تقومي تغرقي في شبر ميه؟ اصلي عبيطة. انتي ايه مالك؟ ايه ده؟ ما كنتش اقدر اسيبهم عليك، كانوا بيشروا ميه. انت كنت قاطعة النفس وانا كنت ميت من الرعب عليك. صحيح يا حسين. انت مخوناني يا توحيدة. عمري قصدي صحيح اتعبت عليا. عمري ما حسيت بالخوف زي الليله دي. طب اطلع بقى عشان البس هدوم. طب ما تلبسي. حسين. الله ده انا اللي حسين. وبعدين بقى اطلع بره. حاضر. بس على فكره ايه يا مجرم؟ حلوه بس يا Thank you.
سرحان في ايه؟ في اللي جاي. اللي جاي خير يا حسين. مين عارف؟ روق فانيلا. انا خلاص راحت عليا. بره وبعيد، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ده انت طول عمرك نورتنا وفلتنا. الله يطمنك يا ست عزيزه، وانا اللي كنت قاطع الامل وبقول يلا حسن ختام. بعد الشر على عمرك يا اخوي. ليه؟ هو انت برضك مش من دور المعلم خميس؟ خميس؟ اه ده ناوى عليه وانا لسه في اللفه. ايه اللي بتعمليه ده؟ حقك يا سعيد بيه، احنا مش متفقين ان كل يوم خمسه في الشهر ادفع لك قسط من الدين اللي صلحت بيه الفرن؟ يا ست عزيزه البازار كله تحت امرك وصاحب البازار كمان. لا والنبي انت ما ترضاني بكده ابدا. ايه ده كل دين وله سداد. هو انا طالبتك بيه؟ مش يمكن انا معلقه علشان ما نقطعش الود عن بعض؟ واحنا هنروح من بعض فين؟ شيليهم يا ست عزيزه، راجل وحداني زيي لا هيفضل الفلوس ولا الفلوس هتملى عليه البيت. البحر نايم نايم والله لفوت واخد قطع ادوده. رجع علي سلبي. انا هني اهو يا ابني اهو. انزل يلا يا ابني حلوه حلوه. انزل يلا. هاو ار يو فيري ويل ثانك يو. يخرب حالك ده انت يوناني. اقول له ايه؟ تكنس كلا. معايا اللحم الابيض المتوسط. انزل يلا انزل. اطلعلك اطلعلك. انا جاي. سلبي سلبي سلامي. الحلوة حلاوته وحلاوني كبس وحطان حلاواني. الحلوة حلاوته وحلاواني يا بتاع توتو يا بتاع توتو. الحلوة حلاوته وحلاواني كبس وحطان حلاواني. اهو اعودوا بالعافية. تعالى يا ابني تعالى يا ابني تعالى يا ابني. سلامي يا سيبوا يلا. ظروف ظروف كان ناسف معايا كتير فانا رحت كلا. بقى انت رحت كلا وتسيبنا احنا هنا بكلا. طول عمرك تعبان يا سلام. وزي ما خالي ومريكا. اخ 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 يا حسين فكرتني. ايه؟ قالوا لي سلم على حسين كتير كتير. الله يخليك. وهات منه الست اسهر قرص. بتوع ايه دول؟ بتوع البصير. ما اللي عليك بصير ما. اديله بصير ما حسين. بصير ما بصير ما بسواخ وستير هنا مسفخ. المهم هنا احنا عايزين منك خدمه صغيره. يا سلام من هناي البرانيين دول. انت قاعد معانا قد ايه؟ ايه ده حسين؟ هو ام زهقته مني؟ يا ابن الخواجايه سلبي 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 ما تسيبش. فتح مخك وخليك ابن بلد امال. انا مفتح. طول ما انت قاعد هنا معانا احنا تحت امرك. حلو حلو. اول ما نحط رجلينا على المركب انت تحت امرنا. حلو عموس خيل. ليه بس؟ استنى انا سامي ريحه خاجه موس كويس. طول عمرك شمام يا راجل يا بطيخ. انت راجل يقرع. الهموم احنا اخوات ونخيب ونخدموا بعض. تسلم يا امي. بيت يا دود ايات ال 10000 بتاع بصريع. ياه ده ماله زحمه قوي الليله دي. الله ده جو قاعد هناك اهو. اروح اودي لهم عيش. اتلم يا بنت يا حسن. قوليلي هو بطل يخاف من خالتي ولا ايه؟ ما سالتوش. طب والنبي بيسالي يا دمك يا سام. الله دول باين عليهم قايمين. امشي انا. الله وانت ايه اللي عفرتك بس؟ عشان الحق ابيت على عزومه السمك بتاعت بكره. رايحه فين؟ ماليش دعوه. رايحه فين يا مجنونه؟ مش هتاخر. توتو على فين يا جميل؟
الله ما تعبرونا يا خال، ولا احنا مش قد المقام؟ وبعدين بقى والمرسي اخر طعمه حتى وانت مكشر. انت هتسوقي فيها ولا ايه؟ ايه بقى مش مالين عينيكم؟ انتي اللي عطاك يعطينا يا سيدي. انت ظاهر عايزه تنضربي. لا احنا نضرب بمزاجنا بس، انما ساعه الجد نعور. مالك يا حسين؟ انا اصل عازم جماعه اصحابي على اكله سمك ورايحه بيت عليها. وهو ده اللي مزعلك ولا يهمك؟ خليها عليا انا. اوبا حاسب. ايوه ما تحاسب يا جدع. انا فعلا عايزك معايا، خليكي معايا. يا راجل هات، احنا بيحوق فينا غير ميه النار. بقول لك دي خمره اسبانيولي. عارف يعني ايه اسبانيولي؟ اسبانيولي اللي بيصارعوا التيران ياخدوا كاس من ده نص ساعه بالماتش، وبعد كده عينك ما تشوف الا النور، تلاقي الطور راسه في الارض ورجليه فوق. يا ساتر يا رب. يا سيدي هات نشرب كاسين وبعدين نحلها الف حلال. يا خميس مش هتتحل، هتتعقد زياده. تسمح تقول لي هتعمل ايه لو اشتغلت معاك؟ هشربها وقبل ما تفوت النص ساعة هنزل اتصرف لوحدي. يا خميس هتبقى بلاش عند. انت حر، بعد نص ساعة هتلاقي راسك في الأرض زي الطور. أشهر ده أنا الإسبانيولي. نكسكت. لا 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 خليني في اللي أنا واخد عليه. يا سلام. طب العب العب قبل ما تتوي. دش العب. يا خميس دي شيش تتحط هنا يا خميس. ايوه صح، انت صح. يخرب عقلك، خلصت الازازه كلها. وخلص ابوها. الأولى يا سعد. نعم. انت عامل اضراب عن الحريم ولا ايه؟ اسم الله عليك يا سبع البرومبا. وشرفك مهدينا للواد حسين، خفت عليه من مرات الاب. انما انت بقى علتك ايه؟ درويش ولا حالف على صنف النساء؟ الصراحة لا كده ولا كده. انا كل ما اكبر كل ما ندم ان انا ما خلفتش ولد يورثني. وايه اللي حاجك يا بيضة؟ ما انت عارف يا خميس، ما اتجوزت من 20 سنة وما خلفتش. بقى الجمال والطعامة دي تموت في طيس عشان خيبت مرة واحدة. انت عاوز الحق يا خميس؟ انا ناوي اتجوز اليومين دول، بس كلام بيني وبينك. بيني وبينك؟ بيني وبينك كلام وش. طب اتصرف بقى يا واحد. اتصرف ازاي بقى ما الدنيا ليله؟ اتصرف روح بيتكم. لا ايه انا رايح اسرع التران. ايه يا سلام، انا بتاع التران، انا بتاع التران. انا بتاع التران. خميس خميس راح فين يا خميس؟ خميس يا خميس ارجع. خميس واخدين عليها يا ام قلبي بارد. كانتك ضربه
ربنا يكفيني شرها، انا كده يا اختي حره نفسي. يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك، لو كنتي تعرفي كنتي عملتي زيي هبله. خلي بالك من الصينيه جابتها حسنى، اوعي تلقيها بحنيه مشوش عليها. مين دي يا بت؟ عاملاها لحسين واصحابه اللي عازمهم. وادي عرفه. طب تلمي بقى احسن، خالتي قاعده بره ولو عرفت هتحط لك فيها عمال. ايوه يا ست توتو. خد. نعم. الصينيه دي لحسين في الكازينو. ها حاضر. ولو المعلمه سالتك قول لها بتاعت سعيد بيه. حاضر. يلا واد اجري بسرعه. عيني يا معلمه. ما تبلاش لما. حاضر. يا بختك يا حسين. قروا بقى نقوا. عرف واد يا عرفه ولا. نعم يا معلمه. بتاعت فين يا واد الصينيه دي؟ بتاعت سعيد بيه يا معلمه. طب ما تغيبش احسن الخميره تنشى. حاضر يا معلمه. صباح الخير يا ست عزيزه. اهلا اهلا. يا صباح النور يا سعيد بيه. يا مصيبتي يا مصيبتي، سعيد بيه وصل. انكشفنا انكشفنا. اتفضل. ده الواد لسه رايح لك بالصينيه. صينيه ايه؟ صينيه السمك لسه طالعه من الفرن. طب ما انا عندي فرن بوتاجاز في البيت. يا اختي. اه. بنت يا توت. يا مصيبتي روحي لها انت قولي لها لقيتها مش فاضيه. وانا مالي يا اختي؟ عشان خاطري يا حسنى. هو انا اللي بحب ولا انت؟ يا شيخه روحي. يا بنت يا مقروصه. ايوه يا خالتي. انا المقروصه يا خالتي. بتاعت مين يا بنت الصينيه اللي طلعت دلوقتي دي؟ صينيه؟ الصينيه اللي طلعت دلوقتي؟ ايوه يا بنت. بتاعت صاحب نصيبها يا خالتي. طب روحي شوفي شغلك. حاضر يا خالتي. يا ستي ربنا يجعلنا من اهل النصيب. هو النصيب تايه عنك يا سعيد بيه؟ يا سعدها اللي انت هتبقى من نصيبها. تفتكري كده؟ ما تاخذنيش يا سعيد بيه. ايه اللي مقعدك عزبانجي لحد دلوقت؟ والله خايف يا ست عزيزه. من ايه كفل الشر؟ يقولوا عليها مكحكة. انت بتخزي العين عنك ولا ايه؟ يعني لو خبطت على بابك ما تكسفنيش؟ انا ما هو انت صاحبه الامر والنهي. سعيد بيه عشان ما اظنكيش فكري. خدي راي توتو برضه وعزميني على القهوه عندك الليله. تشرف يا سعيد بيه. بس وانت متهوي. وانا حرمة عشان اقعد في البيت. اوع اوع كده اوع. اللي هيجنني لغايه دلوقتي ايه اللي طلعها في مخك تنزل الميه؟ ده انت عمرك ما عملتها. كنت بصطاد سمك وقعت في الميه. في حاجه دي؟ لا مفيهاش حاجه. طيب اشرب حاجة سخنة عقبال ما ارجعلك. على فين؟ لا راجع لك يا راجع لك. والله ما انا اقول التيران لو صرحت التيران. صباح الخير يا توفيق. صباح الفل. قرب عليا يا سحس. ايه المناسبة؟ امي هتتجوز. لا بقى يبقى هي احق بالبوسة دي. يا دمك. خلاص يا سحس ما هيبقاش في حاجز بيني وبينك. ومين المنقذ ده؟ سعيد بيه على سن ورمح. مش معقول. احنا ما ناخدش رجاله اللي على الفراز. اه عقبالنا يا حسين. ما تفرحيش قوي كده، لما امك هتتجوز غني هفتقر انا اكتر في نظرها. الله. ايه يا اخويا ده؟ قول لي يا سحس انت معايا ولا معاها؟ يا توحيده مش هو ده حل الموضوع. العيب فيا انا. انا راضيه بعيبك يا سحس. بس انا مش راضي بقى. هو يعني مفيش حاجه هترضيك الا سايبانك البلد؟ يا توحيده انا عارف نفسي كويس، مش هيعدل حالي غير البحر. البحر رزقه كتير بس اللي يقدر عليه، وانا عارف ازاي اقدر اكون قرش منه. انت مش مسافر عشان تكون نفسك، انت يا اخويا مسافر علشان تمتع نفسك. بايه؟ بالغربه؟ وهي الغربه مفيهاش بنات ولا ملاجئ في كل مينا؟ انا مفيش في مخي غير مستقبلي وبس. مستقبلك يعمله معايا هنا يا حسين. طب ازاي؟ ده كار بنورثه لبعض ابا عن جد، ويوم ما تلعلح قوي حورس الكازينو ولمع الترابيزات للزباين. يا فضحتي، انت بتستعر من اهلك يا حسين. يا ست انا لا بستعار ولا بتشرف، بس مش لاقي حد يقف في سكتي بقى. يعني انت مش هين يا حسين؟ يوه
انت مش عايزه تفهمي عربي ولا فرنجي. توحيدة، لو مشيتي مش هكلمك تاني. يا اخويا تعدلي انت كمان. توحيدة، الراجل يقول علينا مسروعين. مسروعين ده ايه؟ لا بقى، احنا فاهمين قيمه روحنا كويس قوي. ناكل صحيح لكن ما نبحلقش. يعني لو كان قال عليك ولا على توتو مش كان خف الحمل من على قلبي؟ اجلي على الله يا خالتي، ده راجل حويب، ما كيفتوش غير المعلمه. هنعدل عليه. يوه، امر لله. واللي خلق الخلق، انا لو راجل معتقد. اتفضل. عيني عليكي بردة يا ست عزيزة. ما تزودهاش امال يا سعيد بيه. كلام جد ولا بتغزي العين؟ طول عمرنا كده يا سعيد بيه، من حبنا حبنا وصار متاعنا متاعه. وانا حبيتكوا قوي يا ست عزيزة. يبقى تخلي وكيلك ربنا اللي عالم بالقلوب. انت عاوزة الحق؟ لو ايدي طول النجوم لفرشها لكم على الارض من الفرن للفيلا. ما يكترش عليك حاجة يا سعيد بي. طلباتك يا ست عزيزة. يوه، أوامرك أنت إيه يا سيد الرجالة؟ أنا مش مصدق وداني، اورسيني عشان صدق. عشان تصدق برضه يا سعيد بي؟ وغلاوتك عندي بتكلم جد. هي الوحدة مننا هتلاقي راحتها إلا في راحة راجلها قبل ما يشوفها قراب تشوفه هي 24. والله والله لولا العيبه لاتجوز البيت وامها. يوجتك ايه؟ قصدك الام وبنتها. هو مين فيكم اللي جه الاول، البيضه ولا الفرخه؟ في ناس بتقول البيضه وناس بتقول الفرخه. انا بقى بقول الفرخه، ولو ان رايد البيضه. و... وانا كمان بقول البيضة، و... ولو اني يعني كنت فاكرك جاي للفرخ. لا واحد. يعني بس واحد من سن من توبي. قصدك فقري ومتعلقه بواحد فقري زيك؟ فقير بيحبني احسن من غني بيشتريني. والله نكته صحيح ان واحد زي سعيد بيه يبقى شاري واحده زيك انت. هو ده انه داخل عليا بفلوسه مش بقلبه. انا يانينه ناقصني قلب مش خزنه فلوس، ناقصني ايد حنينه احط ايدي فيها نبني حياتنا سوا. بس يا خساره الايدين الحنينه بتهرب ما عندها الصبر. يا خساره يا خساره. Thank you.
مالك يا توحيد؟ خدني خدني يا حسين، خدني مالك؟ سيبني، سيبني تاني يا حسين. هزعل على حاجة من حقك؟ انت ما غصبتنيش، بس انا هسيبك واسافر وهترجع لي، عارف ليه؟ عشان انا خلاص بقيت مراتك. استنيني بكل حبي وقلبي وعقلي، وانا احلف لك يا توحيده بنور عينيا اني هرجع لك، هرجع لك لما يكون اخر يوم في عمري. هتكتب لي يا حسين؟ هيكتب لك دمعي وشوقي وحبي. هتوحشيني يا توحيده. يا حسين يا جدع يلا الله. انا ما كنتش عايزك تيجي معايا عشان كده. خد بالك من نفسك يا حسين، انت اللي تاخدي بالك من نفسي علشان اتفضل يا حسين. ما خلاص ابتدينا فصل الندامة. خطره بقى يا معلم، عقله في راسه يعرف خلاص. ما هو اللي فلقني انه ركب عقله، لو شرق هقلبه على الغرب ولو غرب هيقفله على الشرق. يعني كانت عاجبك قوي قعدته هنا؟ هو هج اللي من دقته. ما احنا اهو عايشين في بيوتنا ما فرطناش فيها، مفتوحه بناكل حلوه، مقفوله بنصبر على مرها. اي والله احنا اللي عشنا في خير، لكن يا حسرة قلبي بقى على شباب اللي ما شاف منها غير نارها وخرابها. ولو اللي يتخلى عن اهله في ازمته يبقى ابن حرام. سلامتك من عيبه يا معلم، بكره يرجع بالسلامه وكاني يا دار ما دخلك شر. بكره عايشين البكره. طالبينك على التليفون يا معلم. عن اذنك يا معلم. خير اللهم اجعله خير. الو الو
ماليش ولاد، بقولك ماليش ولاد، وادي التليفون اهو. الله 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 الله، ما تصلي على النبي، مش معقول كده. الناس بيكلمني من بره، واديني شهري قلبي محروق عليه. طب ما تعملش في روحك كده، لما تقع ما حدش هينفعك ولا. خد كوبايه ميه للمعلم. انا معلمك. شهر ونص دلوقتي ولا حس ولا خبر. خلاص شيليه من دماغك بقى وريحي نفسك. شهرين تقولي عليها بصربعك، تكونش توتو ملهاش غرض. توتو هي توتو مش هاين عليها تفوتني يا سعيد. ومين قال اننا هنفرط فيك يا ست الكل؟ انت عارف البت هي اللي حيلتي. ست عزيزة. نعم. مين يا اخوي؟ انت مخبية عني حاجة. وانا هخبي عنك ايه؟ انا شفت توتو امبارح على البحر، وشها مخطوف وصحتها مش هي. وكم تعمل ايه هناك؟ مش عارف، كانت من دقيقة ظهرها للبلد ووشها للبحر زي الصيادين اللي بتسمروا الدم النوى، وكل حتة فيهم بتدعي ان البحر يهدى. اقعد جنبك ولا تتضايقي؟ اهلا يا عم خميس. بقالك زمان غطسانه ما حدش بيشوفك. يعني هروح فين؟ اللي بنبات فيه بنصبح فيه. ايه ورده زيك ما انش الاوان علشان تشيل الهم. انا كويسه ومبسوطه الحمد لله. ومبسوطه من ايه؟ من مفيش حاجة ناقصاني ولا حاجة جدت عليكي. قصدك ايه يا عم خميس؟ على رأي سعيد بيه واقفين محلك سر، لا حاجة بتفرح ولا حاجة بتبكي. هو انت مش مبسوط يا عم خميس؟ انا خلاص ما بقيتش حاسس بحاجة، كلها محصلة بعضها. ما جاتلكش اخبار من حسين؟ حسين؟ حسين مين؟ حسين ابنك. حسين ابني؟ حسين مات. مات؟ لا. ايوه مات. توتو 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 توتو، مالك يا بنتي؟ مالك توتو توتو؟ هتفوق حالا، أرجوكم بعد كده ما تجهدهاش. إيش مالها يا دكتور؟ إيه اللي جرى لها؟ صدمة عصبية، وده مش لازم يحصل تاني، أحسن مش كويس عشانها. هاتولها الدواء ده وأنا همر عليها بكرة. شكرين. والنبي يا معلم خميس خليك أنت جنبها هنا لحد ما أخطف رجلي أجيب الدواء وأجي. أنا يا أستاذ عزيزة. مع السلامة يا دكتور. متشكر. شكرين قوي. متشكر. على سلامتك يا توتو. هو حسين؟ ما صحيح يا عمي؟ لا طبعا يا بنتي. صحيح؟ امال ايه اللي خلاك تقولي كده بس؟ من دقتي، لانه جاب دماغ الارض، لانه خرج عن طوعه وعملني ما اتحكى في وسط الناس. ما تظلموش يا عمي، ده لو ما كانش هاجر كان. انت كنت عارفه يا توتو؟ ودي هتفرق فيه يا عمي؟ لو قلتيلي كنت عرفت ازاي امنعه. ان شاء الله احبسه حتى. لغايه امتى يا عمي؟ لغايه ما تنفك عقدته يعني. مش يمكن هو شايف مصلحته في السفر يا عمي؟ ابوه ملوش حساب عنده. ايوه يا مدام. اسف يا مدام، مفيش غير صنفين والصنف الثالث ناقص.
يوه، يعني العلاج هينفع من غيره؟ لو سيادتك تدوري في جزخانة تانية اعتقد انك هتلاقيه، بس عايز شوية لف. يعني لولا الصدفة ما كنتش عرفت بحالك. وانا السبب يا سعيد يا اخويا. من غير ما تقول لي يا خميس يا اخويا، هو في حاجة تعملها انت وما تتعقدش؟ اسم الله عليك انت اللي ما حد فاهمك، ان كنت بيه ولا ابن بلد. يا خبيث. خميس. لا خبيث، خلي الطبق مسطور، ده انا اخوك الصغير. ايوه اخويا في الرضاعة. توتو ما صدقيهوش، ده عمره ما شاف رضاعة، ده اتولد زي ما هو كده. ايه ده؟ انتوا عمالين تضحكوا وانا دايخة السبع دوخات على الدواء؟ ودايخة وانا موجود؟ مفيش حد هيجيب دواء توتو لنا، هادي روشتة يا ست عزيزة. ايوه بس الاجزاجي بيقول انه موجود بس عايز شوية لف. انا بتاع اللف وانا بتاع الضرب. اتهمت. انا مالي حاسب يا معلم، البنت عيانة هتفطسها يا معلم. دي عيانة. مفيش، هتتعب روحك على الفاضي، مفيش في البلد النوع ده. انا بصراحه لفيت كتير ومش هتلاقي، انما انا عندي صنف تاني. وده يقضي نفس المفعول؟ دي اصلها حقن عشان الحامل. نعم. عشان تثبيت الجنين. ما تجيبش سيرتها قدام حد خالص. حاضر يا معلم. وخصوصا توتو وحسنى. حاضر. اوعى. حسين وحشني قوي وغيبته طالت عليا. عقلي يا توتو، اللي ينساني ننساه. مش معقول حسين ينساني، ده اللي بينا ما يتنسيش. خليكي متعلقه بواحد ما عبركيش حتى بجوابي برد نارك، والله يطمنك على اراضيه. الغيب حجته معايا. طب قفلي يا اختي بقى، لحسن امك مش ناقصه تلكيك. اتفضل يا دكتور. صباح الخير. لا ده انت النهارده لازم تتبخري. دي ما دقتش الزاد من امبارح يا دكتور. ما يهمش، الحقن دي هتغذيها وهتغذي الجنين كمان. انت قلت ايه يا دكتور؟ امال انتوا فاكرين الجنين ما بياكلش؟ ده بياكل زي الام تمام. وانت طبعا ست العارفين يا ست عزيزه. ريحيها على قد ما تقدري، اذا كنت عاوزه تفرحي بولد والدك. السلام عليكم. افرح؟ افرح بايه؟ افرح بايه؟ بالمصيبه اللي جاتلي؟ اعمل ايه بين الناس؟ اعمل ايه بين الناس؟ اعمل ايه؟ اعيش ازاي؟ اعيش ازاي؟ اعيش ازاي؟ خربت بيتي. طب ردي عليا قولي لي هنعيش في وسط الناس ازاي؟ هعيش في وسط الناس؟ عيب عليك، خربت بيتي. بره عليك، بره ما تورنيش وشك خالص، بره هبوتك يا فجرة. الحقي يا عم خميس. مالك يا بنت؟ مالك؟ هتموت توتو. هتموت توتو؟ ايه عملت ايه؟ يا كلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه يا توتو؟ ليه عملت كده؟
اتجننت يا معلمة؟ هتموتي ضناكي. ما انا لو طايلاه كنت موتي ضناكي انت يا معلم خميس. ضنايا حسين غدر بيها وساب لها ضناء وهرب. عشان كده كنت بتدافع عنها يا بنتي. معلش توتو في عناية يا استا عزيزة. وعنين الناس حنعمل فيها ايه؟ هاخدها عند اختي في طنطا بعيدة عن عنين الناس. وترجع شايلة حملها على كتفها؟ نسيبه هناك. مفيش غير حل واحد، ننزله. لا فريش المار يا استا عزيزة. بقول لك ايه يا معلم خميس؟ سعيد بيه كان كلمني عليها. انا حاجة واسهال. لا إله إلا الله. ندار يعيبها مش هيضرب اللي هي فيه. يعني نداوي الغلط بالعيب ونعمل الراجل شمعتنا؟ ما هو الغلط من عندك قبل ما يكون من عندي. عندك حق. رضا إن الضلمة سترانا ما بقاش عندنا كسوف.
حد لك الزحلقه يا توتو. الحمد لله على السلامة يا توتو. الله يسلمك. وليدي كنت ماشي رايحة فين؟ توتو دي مهاجرة؟ أنا مش عارفة، مش عارفة حاجة أبدا. أنا كلمت والدتك عشان أجيلكم الليلة، مش هتكوني موجودة؟ سعيد بيه مش هقدر. يبقى ماليش قيمة عندك. ده عشان قيمتك عندي مش هقدر. مش هقدر أغشك، مش هقدر أخدعك زي ما انخدعت. أنا عارف كل حاجة يا توتو. عارف إيه؟ كل حاجة. تعالي نسند على بعض، الدنيا لسه ما خلصتش. عنها يا ابو حسين. ايوه بس عاوز اقول لك اكبر بخاطر البنت يا ابو حسين. ايه حكايه ابو حسين دي؟ ما انت طول عمرك بتقول لي يا خميس. انت عاوزني اقول ايه يا سعيد؟ توتو هي اللي قالت لي، حكيت لي على كل اللي حصل وبأمانة. ورضيت؟ توتو بنت المرحوم المعلم فهمي، أخويا وأخوك، فرحها يفرحنا وجرحها يجرحنا يا خميس. مبروك يا سعيد، مبروك يا اخويا سعيد. وانا كمان بحب توتو، واحبها اكتر لما توهبني ولد يورثني. يا رب ولد. ربنا يعوض عليك وينولك اللي ببالك. يا رب ولد. مبروك يا سعيد بيه ولد. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا أم. أم مين؟ سميه أنت. نسميه صبري. ولا صبري أنا؟ صبري وصبرك، صبرنا كلنا. معرفش. الله، ايه مالي؟ يا سلام، انت لسه فاكرني؟ قصدك ايه يا توتو؟ ايه ده؟ وفاكر اسمي كمان؟ ده انا ليل ونهار في البيت ده ما بسمعش غير صبري صبري. اصلي بحبه يا توتو. لدرجة انه ننسيك توتو؟ انا كل ما بشوفه بشوف توتو. وانا لما بشوفه بشوف قلبك الكبير، صدقني بشوفك انت. ولا حاجة يا فندم. يا
ولد بطل شقاوة، ما تدلعوش. معلش. انزل. لا انا بدخل من الرجيح. سعيد لو وقعت هتكسر. لو وقعت هنكسر انا. امسكني يا صبري. لا امسك البابا. هدوخ يا سعيد. ابنك هو السبب، انا ماليش دعوه. اقصى عليك يا سعيد، اقصى عليك. حسين يا هو. حسين ابني بعينه يابا. اهلا بيك يا ابني، الحمد لله على السلامه. ازيك يا هو؟ وحشتني قوي. انت اللي وحشتني اكتر كده. الغيبه الطويله دي يا حسين كانت على عيني يابا والله. وايه اللي فكرك بينا؟ انا عمري ما نسيتك ولا نسيت بلدي واهلي، ده انتوا كنتوا عايشين في دمي. يا ترى جاي ترانزيت بقى ومسافر؟ لا انا خلاص بقيت كويس ومعايا فلوس ومش ناوي اسافر تاني ابدا. اهلا بيك يا ابني، اهلا بيك، ادي فرحتي بصحيح. تعال تعال يا عمر تعال. و ازاي الحال يابا؟ زي ما انت شايف الكازينو لسه مفتوح. والمينا بتشغي. والفرن وست عزيزه و وحسنى وتوحيدة عايشين. نفسي ملعيني منه. وسعيد بيه لسه بيلعبك دومنا؟ ما عدتش بشوفه. ليه؟ اتجوز عبالك. ايه ده؟ سعيد بيه اتجوز؟ ربنا اكرمه واكرم توتو وجماعهم في الحلال. توتو؟ توتو مين؟ ربنا لما بيريد السعد بيقول كن فيكون. توحيدة اتجوزت سعيد بيه؟ وربنا رزقهم بعيل صغير كده بيخلي لهم البيت جنة. كمان؟ مصدق توحيده تعمل كده؟ يعني هتطلع احسن من مين؟ هتطلع احسن من امنا حوا؟ ده ما كانش فيه قدامها غير راجل واحد
وبرضه بعته بابليس. طب ليه؟ ليه تعمل فيا كده؟ ليه ما استنتنيش؟ هما كده مالهمش الا اللي قدامهم. ثم انت محروق ليه؟ انت دلوقتي تقدر تتجوز ست ستها. وانا كنت بعمل ده كله عشان اتجوز ست ستها؟ عشان اتجوزها هي. طب هدتك بومبا. طب ليه؟ اسالها هي بقى. متتأخرش يا بابا لحسن الأكل يخلص. يعني مش هتسيب لبابا حبة؟ نفكر. يلا يا شاي. مش هتأخر يا توتو. طيب اطلع حلمي. توحيدة توحيدة. أنا حسين. تعالي. تعالي. إزيك يا توحيدة؟ أنت جيت إمتى؟ امبارح بالليل افتكرت عليكي مستنياني في الفرن. الله يسلمك يا توحيدة. مبروك. عقبالك لما تعترف بنت الحلال تساعدك. وقت أنا أتجوز غيرك يا توحيدة؟ حسين بلاش نتكلم في الحكاية دي. وده ابنك؟ أنا اسمي صبري. وأنت اسمك إيه؟ أنا حسين ابن عم خميس. أنا مشوفتكش عندي. كنت مسافر. كنت بلم المهر اللي هتجوز بيه. هتتجوز مين؟ كنت هتجوز إنسانة وعدتني بالحب ونسيت وعدها. أنت اللي نسيت يا حسين. ولا لحظة ولا ثانية. أنا كنت بكتبك بدموعي. ما تكذبش علي. أنت ما كتبتش. أنت اللي كتبك بقاله ثمرة بين إيديك أهو. أرجوك تسيبني يا حسين. صحيح زمانه جاي واللي كان كان. ربنا ازيك يا حسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. مش معقول. انا برضو اللي مش معقول. حسين ايه اللي جابك بعد ده كله؟ قلبي. قلبي الغبي اللي دسته توحيده بجزمه ذهب لبسها لها سعيد بيه. ما تبقى الظالم. يعني كانت هتعمل ايه وابنك في بطنها وانت ولا انت هنا؟ يا نصيبتي. ابني انا؟ أنا قلت إيه؟ صبري يبقى ابننا؟ والنبي ما أنا عارفة. أهم كانوا بيقولوا. ما هي ملهاش تفسير غير كده. أنا قلبي كان حاسس. وتوتا توتا فرقت الحدوتة. مش تنام بقى؟ ها؟ أنتوا لسه صاحيين. ماما مش راضية تنام لما أنت تحكي لها حكاية. قلتش حاجة أنا؟ طب ما تحكي لها أنت حكاية. لا أنت اللي بتعرف تنيم. أديك جبته لنفسك. اتفضل احكي له بقى. احكي حكاية الراجل اللي كان عايش حزين وحيد من غير مراته وابنه. ليه؟ كانوا فين؟ كانوا تايهين. هو اللي من غيرهم كان تايه. وبعدين لقاهم. وبعدين لقوه. ما كانش مصدق فرحته بعد مشواره الطويل. ما كانوش مصدقين انه هيرضى بيهم. ده كل يوم بيدعي يا رب. كمل جميلك وخليه لينا. كمل جميلك وما تحرمنيش منه.
بتاعك رايح فين؟ رايح لهم طبعا، رايح لابني. ومين هيقولوا انه ابنك؟ انا هقول، وهي كمان لازم تتكلم. هتفضح روحها يعني؟ بالعكس، دي هتنقذ روحها وروحنا كمان. هو حسين رايح فين؟ ما تسيبه في حاله بقى، راح لابنه، في مانع؟ ايه يا عم خميس؟ ايه حسين هيك زي التور وراح لتوتو في البيت. ايش عرفك؟ ما هو كان عندي في الفرن وايه وبس يا خالتي. بس لما تبسك لازم وقعتي بلسانك كده تنقرش. لا والنبي يا خالتي. ايوه حسين، ممكن اتكلم معاك شويه يا توحيده؟ هنا دلوقتي الوقت متاخر. عمر الوقت ما يبقى متاخر على الحق ابدا. قصدك ايه؟ ما هو مش معقول كده، لا تطلعي لي ادخل لك. توحيده احنا عمرنا ما فرقنا باب. اتفضل. أنا حسين ابن المعلم خميس. الصالون بتاعنا اسمه أوضة المسافرين، وعندنا دولاب فضية حاطين فيه طقم الشاي المذهب، وما بنطلعوش إلا للضيوف. أنا مش ضيف يا توحيدة. قصدك إيه يا حسين؟ قصدي إني ما اتغيرتش، حتى لو اتغيرت كل حاجة كنت راجع علشانها. أحيانا الظروف بتخلي الواحد يتغير غصب عنه. ابدا، الظروف يمكن تغير بصه العين لكن ما تغيرش بصه القلب. تعرف يا توحيده، اول ما شفتك ما خدتش بالي من تسريحة شعرك ولا الصيغة ولا اللبس ولا أي حاجة متغيرة فيك. ما شفتش غير الغمازتين اللي كانوا دايما يلعبوا بقلبي، لفتة الغزال النمرود اللي بتهوزني، لمعة عينيكي اللي بتخطف قلبي حتى لو مش بصالي. بصة قلبي ما اتغيرتش. بصيلي يا توحيدة، أنا اتغيرت. مش كتير بس مريت شوية و ربيت شنبك وطلع لك شعريتين بيض. آه دي مين ده؟ آه ده الله. دول ما طلعوا ليش إلا هنا بعد ما وصلت، بعد ما عرفت اني توحيدة ما بقتش بتاعتي. نصيبنا كده يا حسين. نصيبنا من حقنا ومحدش غيرنا له حق فيه. انت عايز تقول ايه يا حسين؟ انت فاهمة قصدي كويس، مش انا كمان بتغشيها توحيدة. انت كنت فين علشان اغشك؟ انا هنا دلوقتي ومن حقنا نرجع لبعض ونعوض اللي فاتنا. مش ممكن. ليه؟ ما اقدرش. عشان خاطر سعيد؟ ما اقدرش، ما اقدرش اتخلى عنه بعد اللي عمله معايا. طب ارجعي لي عشان خاطر صبري. انا كمان ما اقدرش اتخلى عنه. صبري ابني. الكلام اللي بتقوله ده مش ابني سعيد، عمره من عمري غبتي ولا هتنكري عليا دم قلبي. لا يا حسين ما تفتحش جرحه، دي ما صدقت اني قفلته. لا ما تقفلش،
لسه عايش واسمه صبري. نعم. صبري ابني من صلبي، صبري ابن الحب والحرمان، ابن الدموع اللي بكيناها والليالي اللي سرناها، ابن الاحلام اللي بنيناها. صبري ابننا ولا لا يا توحيده؟ خلاص ارجعي لي، يتربى بينا ونعوض كل اللي فاتني وفاتك. كويس انا جاي عشان مين؟ انت ناسي ان توتو في عزمة راجل؟ انا جاي عشان صبري، طبعا عارفه صبري ده يبقى مين. انت تخرج دلوقتي من هنا حالا. من غير صبري مش خارج. من غير صبري مش خارج يا كلب. اما خميس انت فاهم نفسك ايه؟ انا ابوه دلوقتي بتقولها يا جبان. انت صحيح ما فيش في وشك ريحه الدم. انا ما غلطتش. ما غلطتش لما تخليت عنها وهي في عز ازمتها، لما سبتها ليس لها طيل عاد ولا حبيب. ما انا كمان كنت مطحون زيها. طب ده انت ما صدقت فكيت وقلت عدولي. لا انا عمري ما كنت نادي. لو كنت رديت على تليفوني كنت عرفت حقيقتي. وانت لو كنت رديتي على جواباتي كنت سبت الدنيا ورجعت لك. انت ما بعتليش جوابات يا حسين. وحياة النار اللي كنت فيها بعت لك 11 جواب ب 11 صوره. بعتهم على فين يا حسين؟ على الفرن. راحت فين الجوابات دي يا نينا؟ يعني هي الجوابات اللي بعتها كانت هتخلصك من اللي في بطني ولا تربيه؟ حصل؟ حصل ان حسين بعت لي جوابات على الفرن؟ ما تخربيش على نفسك يا توتو. شوف يا بنتي انت كنت في ايه وبقيت في ايه؟ جات لي جوابات من حسين يا نينا؟ جات لك زعقه من عند النبي يا شيخه لما تجحك وربت لحمك اللي مالوش ديه. اتكلمي اتكلمي. استلمتي الجوابات دي يا نينا؟ استلمتيهم؟ استلمتي 11 جواب كنت بموت على واحد منهم؟ معرفش. عملتي بيهم ايه؟ ها؟ عملتي بيهم ايه؟ حرقتهم. ارتحتي؟ حرقتيهم؟ انت حرقتيني انا، حرقتيه هو، ظلمتيني وظلمتيه، ظلمتي ابنه معايا انا. ابنه دي ما تجيش على لسانك ابدا. لا هتقولها وانا هقولها وهتسمعوها برضاكم وغصب عنكم. صبري ابني وانا ابوه. بابا. ايوه يا حبيبي. الظاهر جيت في وقت غير مناسب. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا. معلش نستأذن احنا. تيجي يا خميس، احنا عرب بنموت في الكرم حتى لو كان على حساب روحنا، وانت عارف انا طول عمري كريم. فرصة تانية احسن من دي مش معقول هتتكرر تاني. وبعدين ما تنساش دي اول مرة حسين يخش فيها بيتي، قصدي بيتك يا سعيد بيه. كان لازم اجيلك واتكلم معاك. حسين تحت امرك، البيت واللي فيه تحت امرك. كنت عايز اقول لك ان صبري ابني. ماله؟ لازم اتشاء عليك. هو دايما كده من يوم ما اتولد وهو تعبني، يا ما وراني الويل. فاكره يا توتو؟ فاكره لما جات له حمى ثلاث ايام بلياليهم وهو قاعد على حجري ما اتنقلتش من جنبه؟
الدكتور كان بيكشف عليه وهو على حجري. تودو كان بيتغير له وهو على حجري. ثلاث ايام بلياليهم ما غمضتش عينيا. ما غمضتش غير لما فتح هو. ولما فتح قال بابا. ودي بالنسبه لي كانت الدنيا كلها. الدنيا اللي اديتها له واديها لي. الدنيا اللي عملتها له وعملها لي. الدنيا اللي مش ممكن اتنازل عنها لاي مخلوق الا لو خلصني منها الخالق. فاهم يا حسين؟ انا مش قادر اتصور ازاي تقبل على روحك انك اقبل ارفض. انا حر. ايوه بس صبري ده يبقى صبري بالنسبه لك غلطه، انما بالنسبه لي حب. بالنسبه لك لحظه، وبالنسبه لي عمر. انا اخترت ابني واخترت امه من غير خداع ولا غصب. انا مستعد اعوضك كل اللي صرفته. اللي صرفته ما يتعوضش، واللي عندك ما يلزمنيش، واللي عندي ما يعرفكش. يا ريتك ما رجعت يا ابني. وعيش محروم من ابني. سافر ارجع للبحر تاني. سافر. معاك حق، معاك حق. أقعد هنا ليه؟ ماليش مكان بينكم. حاضر. هرجع للبحر تاني. هرجع للبحر. بس ما تظلمونيش. تخلوني على بالكم. أنا سايب روحي أمانة بين إيديكم. وحتى حتى لو غبت على طول خلوني على بالكم. يلا بينا يا استاذ عزيز. تصبحوا على خير.
صباح الخير يا تودو. صباح الخير يا سعيد. انت صحيت؟ هو انا نمت خالص. ما نمتش؟ وهي دي ليلة الواحد ينام فيها يا تودو. انت عينيك كمان بتقول انك ما نمتيش. فعلا. معلش انا السبب. لا هروح انا احضر لك الفطار. اسمع يا تودو، تعالي نتمشى على البحر نشم الهواء. ومهما طال الليل لازم النهار يطلع. سيد انت عايز تسيبني؟ انا عاوزك انت تسيبيني زي ما تقسمنا السعاده اتقاسم العذاب. عشان حسين؟ عشان الذكرى تبقى حلوه، والذكرى الحلوه هي الحاجه الوحيده اللي بتفضل. حرام عليك يا سيد، انت كده بتعذب روحك. لا يا تودو، عذابي على ابني ما خلفتوش اهون من عذاب ابوه. بس انت ذنبك ايه بعد كل اللي عملته علشان؟ ما تخافيش عليا يا تودو، انا بددت تذاكر السفر مع حسين، انا خدت الذهاب وهو خد العوده. حسين زمانه جاي. اتصلت بيه؟ اي لازم اوصلك بنفسي لبر الامان. حبيتك قد السما والشمس.